بعد غياب طويل جدا على مستوى الممتاز، غياب طويل جدا على 17 سنة غيور، وتسديدة قوية وكرة تبعد إلى ركن، يصعد وتبدأ الطموحات شيئا فشيء في البحث في كرة تصل عند ميراندا، ميراندا تأخر، تصرف ما كان جيد من ميراندا، من الضغط وتمريرة تأتي خلف الأظهرة، لكن الدفاع يتدخل بشكل ممتاز من فيصل دحل العربي جدة، وبالإضافة إلى القادسية وهجر. هذه مباريات هذه الجولة الخامسة والجولة المتوقع بأن تكون مثيرة وممتعة في كل تفاصيلها وفي كل مبارياتها، وحتى الآن أهداف جميلة سجلت، وهذه كرة تصل وميراندا أبعدت من أمامه خاصة أحدة وسجل نجران هدفين. الكرات اللي وصلت أشواط وأجمل 45 دقيقة لعبت في هذا الموسم على مستوى تسجيل الأهداف وجمالية الأهداف والأداء، وأيضا التمريرة وصلت عند نيكولا بشكل ممتاز، لكن التدخل ولا أروع من دفاعات يأخذ قرار في المصادقة على هدف قرار المساعد واستكمال اللعب ترف من النقطة السادسة، وهذه الرمية الجانبية ورمية جانبية. الشوط الأول إلا حضور جماهيري، لا نطالب طبعا ب30 و40، نطالب بعدد جيد من الجماهير. حربة صريح في تشكيلة نادي الرياض الذي على ذكر المهاجمين يعتبر واحد دون أن يسجل نجران الهدف التعادل، لكن الآن الكرة تعود في مناطق بعيدة هجمات المرتدة، كرة ترسل مناطق الأمامية، فيصل داسي بعد الكرة تعود. الآن الوضعية بالنسبة لدفاعات نادي نجران بالرغم أنهم يمتلكون حارس حقيقة يظهر إمكانيات جيدة، وكان في تور يقول شبيك لبيك في تور نجران اللي يبحث عن نقطة على الأقل، لم يعد يفكر في الانتصار، الآن يفكر فقط على الأقل بنقطة واحدة، وهذه انطلاقة تصل في خط الوسط بعد ذلك تمرر طويلة، البحث عن أندريا والبحث عن المياد، لكن